يرجعني للشناوي دلوقتي يا كابتن ايهاب. مشوار الشناوي برضو في بدايته ما كانش على المستوى المطلوب. الشناوي خد فرصه وبعدين كان عنده تقريبا مش نفس المشكله بس كان في عقبه طبعا عقبه قدامه أكيد. كان شريف اكرامي مستوى حقيقة. جيد جدا حقيقة. فشايف تقييمك لمستوى محمد الشناوي خلال خاصه السنتين اللي فاتوا يعني. بص حضرتك الشناوي انا مرنته 5 سنين في قطاع الناشئين ومشي من النادي الاهلي وراح طلاع الجيش وما كانش بيلعب كان الثالث في طلاع الجيش. انا كنت بدرب حرس الحدود فبنلعب الجيش مباراه وديه كده في عياد سينا تقريبا او حاجه كده فخدني وقال لي يا كابتن انا ما بلعبش فانا عاوز العب. قلت له طب خلاص انا هكلم الناس المسؤوله في حرس الحدود ونشوف تيجي تلعب معانا. بصراحه جه اتكلمت مع الكابتن كان حلمي طولان ساعتها كان موجود ورئيس النادي كان راجل كويس قوي. قلت له عايزين نجيب الشناوي وولد جون كويس وبتاع كده. فقال لي خلاص ماشي فجبنا الشناوي لعب معايا سنه رائعه كان من احسن حراس مرمى تقريبا في الدوري الممتاز ساعتها وكسبنا ساعتها الاهلي في برج العرب 3-0. فكانت سنه جميله جدا على الشناوي. راح بعد كده بتروجيت لان احنا كنا عايزين نجيبه بس كانت فلوس كتيره جدا طبعا حرس الحدود ما كانش بيدفع الفلوس دي فراح لعب في بتروجيت تقريبا سنه ونص وبعد كده راح رجع النادي الاهلي تاني. الشناوي دلوقتي بدايته برضو البدايات كانت في البطوله العربيه ما كانش كويسه قوي صحيح. بس الامانه الولد عنده حاجه هو عايز يبقى حاجه ودي كانت مهمه جدا لاي لاعب وانت حضرتك كابتن هاني اضرب الموضوع ده طبعا. فعاوز يبقى حاجه فالولد فعلا مشي على الحته دي ابتدى في البطوله العربيه مش كويس قوي ابتدى ياخد شويه بشويه شويه بشويه وطبعا الناس بتساعده والناس بتقف جنبه لان هو فعلا الولد عاوز. الولد طبعا دلوقتي بقى له سنتين من احسن حراس مرمى في افريقيا وفي النادي الاهلي صحيح. وده حاجه جميله ليه لانه برده خد خبره خد عدد مباريات كتير جدا لعبها عنده 32 سنه عارف هو بيعمل ايه رقم واحد في النادي الاهلي رقم واحد في منتخب مصر وده شيء رائع ان هو اللي عمله ده انجاز برده انا بحسب ان للشناوي ان ده انجاز كبير ليه وانا على الوضع الشخصي انا بحبه جدا لانه كان ما شفتش معاه مشكله في التدريب يعني كان بيسمع الكلام جدا وانا طبعا انت حضرتك كابتن هاني المدرب كبير طبعا اللاعب اللي بياخد معلومه بيعملها تعرف ان هو هيبقى كويس عايز هيبقى عايز الولد الشناوي فعلا كان من النوعيه ديت وانا فخور بيه جدا ان انا مرنته في كذا سنه من السنين وفخور بيه جدا في الوضع اللي هو عمله وفخور بيه ان هو من احسن حراس مرمى دلوقتي في مصر وافريقيا للامانه يعني زي من سبقوه مش بس في مصر وفي افريقيا وحضرتك طبعا وكل الاسماء اللي ذكرت دلوقتي يعني النادي الاهلي بيساعد دي حقيقة. النادي الاهلي بيساعد دي حقيقة. النادي الاهلي بيساعد كل لاعب بيلعب فيه وده شيء جميل وانا طبعا من الناس انا بقول لحضرتك ان انا ما لعبتش كتير انما كنت محظوظ ان انا موجود في النادي الاهلي